اكثر شيء يشغل بالك طول العمر قبل كاس العالم؟ الخيول. بس نحتاج نختار خيل صح. اما الفرسان جاهزين، اما الفرسان جاهزين. فريق الامارات الشيخ حمدان بن محمد، عبد الله غانم المري، حمد بن دلموت، راشد بن دلموت. توفيق ان شاء الله. توفيق ابو راشد. بالتوفيق ابو راشد، بالتوفيق. خير خير ان شاء الله. حصاني انا في شيء مضحك، قالوا لي تقدر انت تبدل حصان. ف نحن غذائي معين طوال الفتره هذه كلها حق اليوم هذا. انا اقول ابتسموا ان شاء الله الخير يا الحين. تحيه لسمو الشيخ حمد الله يحفظه، الله يوفق يا طويل العمر. شكرا سيدي، شكرا. والله شوف نحن جاهزين حق اي شيء، سواء كان التنظيم زين او مو زين. نحن مع المتسابقين الباقيين. التنظيم كان سيء، ما في شك هذا الشيء، اقل من ما نحن تصورناه، ولكن نحن نقول ما زلنا في السباق وما زلنا بعدنا بنقدم الافضل والافضل. تشارك في سباق يكون فير على الجميع، ما كنت تبغي حزب يكون روحه وحزب يكون روحه. هاي من غلط من التنظيم مثل ما قلت قبل. نحن نقول الحين السباق موجود، اعتقد من اللي خلفنا. المهم وصلنا هني وكملنا ساعتين وجو عند حصاني انا في شيء مضحك، قالوا لي تقدر انت تبدل حصان. نحن يعني إماراتيين ما نتعودنا أن نشارك حصان، بعد مرحلة واحدة نبدل حصان ورد نشارك فيه مرة ثانية، عندما الآخر يعني كل المنافسين عندهم حصان واحد ما يكون فير طويل العمر ما يكون. ففضلت أني أنا أنسحب ولا أشارك بحصان الله. ثاني لأني عندي ثقة أن فريق الإمارات بيكون إن شاء الله. تنظيم بهذا الحجم في كأس العالم كان صادم بالنسبة لكم؟ يعني انصدمتوا طويل العمر من هذا التنظيم بعد الأشهر الطويلة اللي عديت نفسكم فيها أنتوا كفرسان وأنت كحمدان محمد؟ يعني البداية أولا جمهور الشارع الرياضي في الإمارات وفي الوطن العربي يبغى يعرف اللي صار اليوم قبل ما نتكلم في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي صار اليوم أن كانت اللجنة المنظمة موقفة التنظيم كسباق بهاي الحجم. انطلقنا نحن وكانوا أبطال منطلقين معنا، وانقسم إلى حزبين، فنحن كنا في المتصدرين، وتفاجأنا قبل ما نوصل للنقطة أن قالوا لا وقفوا لأن لازم تنطلقون مع اللي وراكم. فنحن قردي أن جهدنا خيولنا أكثر
وكان غلط من خلاص.